بمناسبة الحديث منذ لحظات على نادي الزمالك ووصوله إلى مجموعات الكونفدرالية الأفريقية بشق الأنفس بصعوبة بالغة، وإن كان يعني الأهم أنه كان صعد لهذا الدور. الزمالك ما ينفعش أبدا أبدا يخرج من دور الـ32 وأمام فريق ضعيف جدا، يعني ما فيهاش، ضعيف جدا. معايا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير، واحد من اهم نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ، كابتن طارق السيد. كابتن طارق، منور ومشرف حبيبي. حبيبي اكيد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وانت وحشني دايما. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. كيف رايت صعود؟ انا بس الاول فضل. الاول قبل ما نتكلم حابب اعلق بس طبعا ان الرياضه والمكافآت اللي حضرتك بتتكلم عليها بالنسبه لان شاء الله باذن الله ابطالنا في الاولمبياد، من الرياضه تحت قياده فخامه الرئيس السيسي وتحت قياده في وزاره الشباب والرياضه اكيد، وبلادنا الاولمبيه اكيد طبعا بتعمل حاجه عظيمه جدا للناس دي، لان زي ما انت بتقول زي ما مهم جدا في التقدير المعنوي برضه التقدير المادي مهم جدا. فبنشكر طبعا الدوله المصريه على انها بتحاول ترفع المكافآت للمادي على اساس ان هم بصراحه بيعملوا مجهود جبار، وان شاء الله باذن الله فرحونا بمجد كتير الفتره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يا كابتن طارق. فيما يخص نادي الزمالك، الريمونتادا الريمونتادا الزمالك بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ يعني طبعا الزمالك اكيد 100% احنا كلنا فرحانين بالنتيجه الاخيره، انما يمكن اداء الزمالك الاولاني كان سيء جدا، وهي نفس الاخطاء يا كريم. كنت معاك من 10 ايام وقلت لك ان مستر اوسيريو بيعمل حاجات او بيعمل لوغاريتمات في التشكيل، صح؟ نتمنى ان احنا نفرط فيها الفتره الجايه ونبتدي نلعب اللي بيعرفوا اللعيبه دلوقتي، صح؟ لحد يناير، يعني لحد ما يجي يناير ويجيب لك الصفقات اللي انت عايزها العب براحتك وزي ما انت عايز، صح؟ يعني 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 جازف ونفس طريقه لعبك واعمل اللي انت عايزه، انما في الوقت اللي انت فيه اوريدي ما فيش عندك او عندك مشاكل فنيه كتير جدا العب اللي تعرفه بس. والله يا كابتن طارق معلش ان انا هقطعك، بس حتى لما هتجيب لعيبه في يناير وعايز تشربهم طرق لعب او طرق لعب فيها ادوار مركبه، ده حتى مش هينفع يحصل في نص الموسم. يعني انت محتاج تستلم اللعيبه ديت كده قبل بدايه الموسم الجديد، واقعد بقى حفظ في معسكر زي ما انت عايز وابدا بيهم. لكن انت حتى لما هتجيب لعيبه في يناير وهتعمل نفس اللي بتعمله دوت بعد يناير، هتبقى في نص الموسم وانت من المفترض يعني تكون بتنافس على بطولات. انت بص هقول لك على حاجه، لما تيجي تبص مثلا للعيب زي فتوح، لعيب زي زيزو، لعيب زي دونجا دلوقتي، عمر جابر، اوباما، الجزيري، لما بياخدوا الجزيري الله ينور عليك، لما بياخدوا يعني حاجات مركبه في الشغل، ماشي مفيش مشكله، صح؟ بتلاقيهم، انما في نوعيه ثاني ما تعرفش تعمل ده، فده صعب. عشان كده بنقول ايه؟ احنا في الفتره دي بالذات نادي الزمالك مهم جدا 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 ان هو يلعب بطريقه اللعب اللي اللعيبه حافظاها وشاربها، انما قبل اي حاجه واخر او 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 الحاجه المهمه جدا جمهور الزمالك العظيم. ايوه دي النقطه بقى اللي انا يعني بصراحه يعني انا مش يعني لو قعدت اتكلم فيها مش هديهم حقهم، لان جمهور الزمالك هو صاحب المكسب ده، هو اللي عمل المكسب ده. تخيل ان الزمالك مغلوب الشوط الاولاني على ملعبه، فرقه التسولار مع كل التقدير والاحترام ليها، جمهور الزمالك مفيش لعيب اتشتم، مفيش لعيب اتقال له لفظ مش كويس، صح؟ لعيب اتقال له كلمه مش كويسه. والله يا كابتن طارق، انا يا كابتن طارق بعد الهدف الاول اللي جابه التسولار في الشوط الاول قلت الله يكون في عون لعيبه الزمالك فيما توقع من المباراه، الجمهور مش هيسيبهم. والجمهور عمل لي انا مفاجاه شخصيا، اللي هو ايه ده، انتوا بتشجعوا وبتساندوا رغم كل الضغط ده لحد نهايه المباراه. لا، وخسران هناك 2، ايه وخسران هناك 2، يعني 2-1-0، الله ينور عليك، والحاله صعبه والشوط الاول سيء جدا من نادي الزمالك، يعني كل حاجه تخليك كمشجع تغضب، وهيبقى وهنقول ساعتها حقك كمان. لا ده مش حقه بس، ده لو كلمه مش هينفع اقولها مع اللعيبه، لو عمل اي حاجه مع اللعيبه ما عندوش مشكله، لان انت جاي لك 30,000 متفرج من اول دقيقه بتشجع فيك. فبصراحه الناس دي يعني تتشال فوق الراس وتتحط في العينين، صح؟ ولازم بقى اللعيبه تحس بالناس دي. يعني ده بقى اللي انا بطالبه من لعيبه الزمالك،
يعني انت عملت تلت ساعه كريم الشوط الثاني زي الكتاب ما بيقول، صح. روح قتاليه عاليه جدا، قلب، ضغط على الفرقه، كل انواع او كل لغات الكوره اللي احنا بنعرفها واللي احنا ما نعرفهاش عملوها في التلت ساعه الاولانيه. صح. طب ما انت عندك اهو، طب ما تعمل، صح. يعني ما تشتغل من الاول.